السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للقدماء والجدود، شكرا للتعليقات القيمة والذكية والموضوعية والعقلانية، ومرحبا بالإخوان الجدد. موضوع الساعة هو البلاط، بمعنى البلاط المغربي في أحضان إسرائيل الدافئة. إن هذا الموضوع هذا راه بدا هذه عامين، وهذا الموضوع هذا راه ما غيسالي شيء، مازال العواقب الوخيمة كتظهر يوم بعد يوم. قلت هذه عامين نورمالمون تطبيع، راه ما بداش هذه عامين، بدا نيامة الحسن الثاني. إذا السؤال اللي غنطرحوه هنايا، واش هذا تطبيع ولا علاقة من العلاقات الدولية ولا معاهدة ولا شنو هي؟ ما عرفنا شيء، حتى واحد ما كان ثمانية. اللي كنعرفوه هو أن كان محمد السادس، لأن محمد السادس هو اللي طبع، ومشي شي حكومة ومشي شي وزير يكون الاول ولا الاخر. كان محمد السادس، وراكم انتم عرفتوه، كان جالس داير الخلخال ديالو، وكان وزير الاول اللي هو وزير تاع الاخوان المسلمين، لان شي حزب واحد اخر ما غيطبع شيء، الاستقلال ما غيطبعوا شيء، لان عندهم مصداقيه تاريخيه وغيخافوا عليها، والارضيه عندهم واحد الارضيه هي صلبه زعما المتتبعين ديالهم. وكاين الاتحاديين ما غيطبعوا شيء، حيت ماشي رجال لهم ولا الاستقلاليين، ولكن عندهم واحد لا باز، ديك الارضيه غتقلب عليهم. في حين الاخوان المسلمين غادي يطبعوا، لماذا؟ اذا ما عندهمش علاقه مع الارض، هذاك غير حزب خلقوه السلطات، خلقوه البوليس وطبعوا، وراهم مشاو الى مزبله ديال التاريخ. اذا باش نفهموا هذا القديم تاع التطبيع اللي ماشي في محلها، وغنشرحوا علاش، ملي كتكون واحد العلاقه دوليه وكيكون واحد ديزاكور معاهدات، ملي تيكون الوزير الاول تيخص يكون النظير ديالو الوزير الاول. هنايا كاين الوزير الاول، ما كاينش النظير ديالو الوزير الاول اللي هو نتنياهو، ما كان شيء. كان الملك اللي هو رئيس الدوله، ما كانش النظير ديالو اللي هو رئيس الدوله نتاع اسرائيل، ما كان شيء. اذن جوج مغاربه اللي هما في الراس ديال الهرم تاع الدوله، النظراء ديالهم ما حاضرين شيء. علاش؟ غير اما هادو رخاص والاخرين عندهم قيمه، ولا هادوك عندهم قيمه وهادو رخاص، حسبوا كيما بغيتو. وفي هاد المعاهده هادي ولا هاد التطبيع هذا، جلس الملك، وكاين واحد امريكاني، وكاين واحد ماشي مكيشبهش للرجال حيت ما عندوش الصدر نتاع الرجال، باقي ما خرجش من المراهقة، اللي هو كوشنير، اللي هو النسيب ديال الرئيس آنذاك ترامب. هاد كوشنير هذا اللي هو كيبيع وكيشري في العمارات، هو سمسار، شرا واحد العمارة وخلصها بخمسة المرات ولا ست المرات الثمن ديالها، شرا الحجر وخسر فيه، وما عنده حتى علاقة مع السياسة، وهو مستشار نتاع ترامب، ولكن ما عمرنا شفناه كيستشار في شي ألمانيا ولا روسيا ولا شي بلاد ولا في السويد، غير مع الدول العربية، حيت الحكم ديال الدول العربية هما أقزام، من ولا كيتعلم فيهم. إذن هاد المعاهدة هادي ولا التطبيع هذا اللي دار هادي عامين، شكون اللي صنعو؟ صنع في البيت الابيض. وشكون اللي صنعو؟ ترامب. ترامب كان في اخر الايام ديالو، كان كيوجد حوايجو كيديروهم ليه في الكارتون باش يغادر البيت الابيض. غادي نرجعو شويه للتاريخ، حيت بعض المرات التاريخ يعيد نفسه، واخا ما كنامنش بهاد القضيه هادي، لان الزمن والمكان ماشي بحال بحال، الحدث ماشي بحال بحال، والاشخاص ماشي بحال بحال. في 1906، بمعنى في مؤتمر الجزيرة الخضراء، أنا داك ما كانش مملكة، كان سلطانة اللي هي المغرب، وما كانش ملك، كان سلطان اللي هو عبد العزيز. غتوقع واحد المعاهدة بحال هادي، يحضر فيها روزفلت كمراقب بحال لو كان اليوم ديال ترامب، غير هذاك حضر واخا كان عرق، كان عنده مشكل في رجليه، ما تيوقفش على رجليه،
وهذا دايره بتويتر، واش كاين شي علاقه دوليه ولا شي حاجه بالتويتر؟ لا، هذا عاوتاني تهز الكرامه ديالو والكبرياء ديالو اللي هو ترامب، واحد الملك منحط، عندنا ملك افاصي، ما عندوش كرامه وما عندوش كبرياء، ماشي قوي الشكيمه. اذا في 1906 غادي يحضر روزفلت ويكون هذا الملك، هذا السلطان عبد العزيز ما غيكونش حاضر، غادي يحضر جوج المغاربه. اليوم حضر الوزير الاول وبالحضور نتاع الملك، هذا كل الشلحه اللي قراو ما عرفش اش قرا، وقرات الحال داك العقد واللي غيسينيه وما قراه شاي حيت غير حمار بحال الاغلبيه ديال الشلوح اللي كيقراو، منين الشلح تيقرا تيولي حمار، ومنين الشلح كيدخل للسياسه تيموت فيها. الشلح كتجي معاه حتى البيسريت، هاك ورا وصدات نصرانيه، شتي اخ النوش بالعشره كيضرب للعاقه، حيت هذا هو الدور ديال الشلح. وهاد الشلح هذا راكم شفتوه وما ما عرفش اش قرا، بمعنى حتى واحد فينا ما عرف اش كاين تمانيه، بحال اللي ما عرفناش اش كان في 1906 في هذيك الوثيقه، وغيحضر فيها البكاي اللي غيبقى، يحضر فيها البكاي، يحضر فيها توريس، توريس غيتراجع حيت بالي داكشي ماشي هو هذاك، حيت ديما كاين الرجال، وغيحضر فيها المقري، يكون فرنسي الماني ايطالي سبريوني، ويكون واحد اليهودي، حيت دائما في المعاهدات خص يحضر اليهودي، ماشي مغربي ماشي فرنسي، حيت اليهودي ما عندوش وطن، وهراني وديك الساعه ما كانش وهران، كتنتمي للجزائر بالغبريط. علاش حضروا؟ حيت ميمكنش لهذاك عبد العزيز السلطان يكون قائم بذاته، حيت ما عندوش الجرأة والشجاعة، والقبائل ما بغاوه شيء. إذا استعانوا بسميتو، ومشى فيها الشمال، ومشى فيها الجنوب. اليوم والتاريخ يعود نفسه، محمد السادس ما عنده شاي وما يقدر شاي، اذا بتويتر بغى يرد داكشي اللي ديجا مشى، اللي هي الصحراء، فهمتوها مزيان. ودائما خصي يحضر اليهودي، واخا اليهودي ما عندوش تجربه وديك الجامعه اللي قرا فيها هافارد با عطا فيها 6 مليون مساعده مع العلم ماشي ديال الدوله نتاع الخواص، بريفي، وعطاهم 6 باش ولادو يقراو لو تشيتر، داك التشيتر نتاع مزيان ونفعو داك التشيتر. على اي با كان واحد عامين في الحبس، هاديك بوت هذاك سميتو شتيه، ولاد الحباسه كيجلسوا مع الملوك، اش قلت؟ حباس في امريكان ولدو جالس مع ملك، على اين؟ بوز عيطر تا هو حباس وراه كيتعز في الملك. هذا واقع اجتماعي وخصنا نقولوه، خصنا حنا شوفوا انا كندفعكم باش تفهموا، ما تحشموش من الكلمات. عندك حمار ما تقدرش تقولي او انت غزالون، راه حمار. عندك قطون قولي انت قطون، خصنا نتصالحوا مع راسنا ومع الذات ديالنا، خصنا نعرفوا شكون حنا، واش حنا هما حنا ولا مش حنا، ماشي هو حنا. اللي قال ولد كواليا قال لك اعرف نفسك بنفسك، ناو يور سيلف باي يور سيلف، سقراط في دكولا. اذا خصنا نعرفوا ونقولوا الواقع، اذا كان عاهرات ابناء عاهرات في البران وفي الحكومه خصنا نقولوها، اذا ما قلناهاش غير يلعبوا عندنا العشره فهمتي، ويقلبون لكم الامور، ما هذه ما عجبتكمش ما كايناش على حيدوا لكم المصاحف من المدارس ومن المساجد. إذن التاريخ يعيد نفسه، في الوقت اللي الملك ما قدرش يحكم البلاد، ماشي غير الصحراء، الصحراء غير سبه، وجا جلس معاهم ووقع معاهم.
دابا دازت عامين من الزمان، ماذا استفاد المغرب من هذا التوقيع؟ ها؟ ماذا استفاد؟ والو. ترامب راه مشى، اش بقى؟ بقى التطبيع. ما معنى التطبيع؟ التطبيع في اللغة هو كلمة سياسية، وهي أن هاد الناس اللي جلسوا بمعنى الملك، ماشي شي حد اخر، هاد الناس الملك هذا اللي جلس طبع بمعنى أنه اعترف بوجود وتواجد الكيان الصهيوني في البلاد. راه داكشي كان في القصر، ما كانش في شي اوتيل شيراتون ولا في هيلتون، لا كان في القصر في عقر داره ولا دارها، اعتراف بالكيان الصهيوني. والتطبيع عندما تجلس مع الكيان الصهيوني وتطبع معه، انه كانت اشياء، وهي ان الكيان الصهيوني اغتصب دولة، قتل اطفال وصحفيين، يبني بنيان على اراضي مغتصبة، كانت عيب وما كتقالش، وعيب يسمعوك الناس جالس مع الصهيوني. الان طبع بمعنى اعتراف بلي داكشي اللي كيديرو الصهيوني مسألة معقولة. شتوها كي دايره؟ هي هذيك. وفي الوقت اللي كتطبع مع هذا الكيان هذا، تفتقد المصداقية والصلاحية والشفافية، ولا يعتمد عليك من قبل الرجال الأحرار. ما كنهضرش على الملكي، حيت الملكي غير حمار، وما عمر شي ملكي قدر يسير أسرة. في ماشي أسرة فاشلة الأب ديالها ملكي، وشوفوا وغتلقاوها بصح. وبزاف العيالات طلقوا حيت الراجل ملكي. إذن هذا التطبيع هذا يقتضي ويستوجب على الملك الذي طبع، الشعب المغربي ما طبع شيء، والملكي غير حمار، وما حتى واحد ما تشاور مع المغرب ومع المغاربه، وما كانش حاجه سميتها استفتاء، واش قبلوا ولا ما قبلش، هي ولا لا، ما كانش شيء. كاين احزاب سياسيه، هذوك غير خونه وابناء العاهرات، وكبيرهم اللي هو بن كيران غير خائن، هذاك لا يعتمد عليه. علاش؟ حيت هو القائل الملك يعرف اش كيدير. اذا ملي كتطبع وكتعترف بهم، اذا هما رجال، اذا هما كيان، هذا يستوجب وكيفرض على الملك يسمح في الحقوق تاع البلد والحقوق ديالو اللي من حاليه الدستور كملك، والحجه الدامغه ماشي هو اللي حاكم البلاد، وانتي يا الحاكمه راه كتسكع في شوارع ديال باريس، وهما خلاهم في البلاط، وما دام هما في البلاط وتسلموا الامور عن طيب خاطر الملك باش يبقى في العرش، يمشي تسكع ويجي ويلقى العرش ديالو. هما يسونطون شارج، هما اللي غيتكلفوا بزمام الامور. وراكم شفتوهم، هما دابا اللي في الامن الوطني، ما تبقاوش تسمعوا الحموشي، شت السميه ديالو ولات كتزلق، كيمشي للظل اندر الشادو. غيولي لومبر دو لوي ميم. ايه ها، وتا كانت العسكريه قبضوها الجنرالات تاع اسرائيل، ولا قبطوا هادشي هذا اللي هو السياده، ها غير قبطوا حتى التعليم، بيعوا المدارس، بيعوا الكراسي، ولاو تراس عند السيد ديالكم، وغير قبطوا المستشفيات، وغير يعزلوا لي زانفيرميير. انت تفسير اسرائيل، حيت هما رب البلاد والعباد،
هذا التطبيع هذا النتيجة ديالو اليوم كتشوفها على أرض الواقع. محمد السادس دار حاجة زوينة، عطى البلاد والعباد على طبق من ذهب إلى بني إسرائيل. أنا كنفهمو حيت قرا بزاف الكتب ديالهم وقرا التلمود. في التلمود ديالهم كتب نحن نجلس على الطاولة ونأكل ونشرب، والأمم أخرى تعيش، لأننا نحن نريد تلك الأمة أن تعيش لكي تخدمنا. حيت هما هضروا مع هما ما كيأمنوش، هادي زوينة فيهم. قل لربك شي كتخاطبو فعل أمر النبي ديالهم، أن ما تنبت الأرض من بقلها وفولها وعدسها، هذا مع نبي ومن السلالة ديالهم. لن نؤمن بك، زوينة هادي، لن نؤمن بك حتى نرى الله جهرة. الله شي حاجة اللي هي ابستراكت، بغاو يشوفوها على الارض الواقع. بحال قلت لكم شي هاد الكاس هذا انا جبتو حيت غير ماده، بحال الله شي ماده. نرى الله جهرة لن نؤمن بك حتى تبني لنا واحد بيت من زوزاج. عندهم واحد ليسبري ديماجيناسيون كوميم، وهذا الشيء هو اللي تار الانتباه ديال الملك ديالنا مسكين، حيت هو دار القانون باك السياسي. قال لي اقرا القانون لكي تسير البلاد والعباد، هو تاثر بهذا الاسلوب نتاع اليهود. اليهود كيعرفوا يهضروا، سيرتو العيالات ديالهم. سولوني انايا تسكرو كنسكرو، ما كترش مني وما كشت فيا الشرب، عندهم واحد السحر. اذا البلاد مشات، راه ماشي الحكومة نتاع البكاي ولا نتاع عبد الله ابراهيم ولا شي واحد اخر اللي مشاها، محمد الخامس، الحسن الثاني، ومحمد السادس. وقتاش مشات البلاد؟ عرفتي وقتاش؟ في الوقت اللي الحسن الثاني اللي شي وحده كيترحموا عليه وتيبكيو عليه، هيمنة على كاع الوزارات، هذه وزارة السيادة وهذه نتاع السيادة وهذا الملف نتاع السيادة، وما صلح حتى شي حاجة. الصحراء مشات وتيقولو لهم ديروا استفتاء. اش معنى استفتاء؟ باش يقولوا هوي. وهذا جورت الوزارات كاملين والسيادات كاملين، ودفع ما بغى عطى. يقدر اليوم شي واحد ينازع ويقول ليه لا كيفا، واش كاين شي حمار تحت قبة البرلمان ولا شي حمار وزير يقدر يناقش القضية نتاع التطبيع؟ حمار واحد الذي نهق، قلت الملك راه كيعرف اش كيدير. شتي التطبيع ما معناه؟ عقلتو من شرحتها لكم، هو الاستسلام، هو تعطي ما لديك، تسامح في حقوقك وفي السيادة وفي 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 وفي، هذا هو التطبيع. بن كيران هو حمار ماشي سياسي، الصنيعة ديال البوليس، ولكن عاش الحادث. قالك الملك كيعرف اش كيدير، عطى سامح وسمح في كل شيء. إذا قالوا لكم بلي ولادكم غيلبسوا، الولاد زعما الذكور اللباس نتاع الإناث، و الإناث يلبسوا نتاع الذكور باش يخرجوهم ديال لسبيان، والوليدات طف، أنا نقول لكم شنو غيجي من بعد. يوليو ينكحوا لكم الأبناء ديالكم هما صغار بظهير شريف. ماشي محمد السادس اللي غيديرها، لا، حيت كل ملك كيدير واحد الطرف،
حيت كلهم كيسيروا من اليهود، خصو في هاد القضيه هادي. واخا تيبان لكم محمد الخميس ما مروا بالسروال والحسن الثاني وقبض السيجار تيهضر انا غادي وصل بكم، وهذا حتى هو خصكم دائما تشوفوا الفكره ملي كتجي من عقل فعال يهودي صهيوني. اتنكحوا الابناء ديالكم بظاهر شريف، اشكون فعل الحسن الثالث؟ الحسن الثاني اللي هو الابن ديال اقلوو واللي رضعته اليهوديه غادي يكبر في البلاط محمد السادس اللي حتى هو يا رباه زولاي، وهاد الحسن الثالث اللي كبر في الاحضان ديال محمد السادس. دابا واحد الانسان كبرته عاهره كتنتظروا منه غتكون عنده قيم اخلاقيه والشجاعه والرجوله والانف والكبرياء؟ واش الا قبضنا لي ستاتيستيك كتكون 1.5%؟ اذا حنا كنشوفوا الاغلبيه. واش كتعتقدوا واحد الوزير كيسرق وتيخرج علانية تيفتخر غادي يكبر ذرية صالحة؟ لا يرجى خيره. والحسن الثالث هو اللي غيدوز هاد القضية تاع تبان ليه نورمال، مسألة طبيعية، مسألة طبيعية ويقبلوها الملكيين. حيت في التاريخ نتاع الملوك، أنا ولد التاريخ، في التاريخ ديال الملوك والسلاطين، إذا شي ملك عتق واحد الديانة كاع الرعية ديالو كتبعو، بحال السراح مع الغنم، فين مشى السراح كيمشيو الغنم، سي كوم سا. الملكيين غيتبعو بالفرح عليهم الملك ديالهم إلا قابلين عليه اليوم. علاش ولادهم يكونوا شي نوطيين؟ ما عندهمش المشكل، أليس كذلك؟ إذن هذا التطبيع هذا يقتضي باش تمشي السيادة للبلاد. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، السيادة مشات. وهنا كنجاوب بطريقة غير مباشرة على هذوك اللي كيطلعوا تيقول لك المغرب دولة إقليمية قوية ومعنا فرنسا، وفرنسا ماشي معاهم بدات كتخلى عليهم وكترجع للوراء، وشوية غيمشيو الشركة الفرنسيين الفرنسية. أنسيت المكانة ديالهم غياخدوها إسرائيليين وأمريكان وفعلاتو. ها هي الصحراء، بقى هي الصحراء، لا شرقية ولا غربية، ولكن راه غادا شو كيرد واحد وكيوسع واحد البلاد وكيحامي على السيادة بتاع البلاد والتربة ديال البلاد وكيوحد البلاد، هذاك اللي كيركب على العود وكيسيف اتبعوني. ماشي واحد خلاكم في الأحضان وفي الأيادي القذرة الوسخة ديال الصهاينة ومشى تعيش في باريس. يا ريت كون مشى لألمانيا ولا مشى للشيشان ولا المرشان، مشى عند فرنسا راكم شفتوهم، هاهما سدو القنصلية العامة نتاع أكادير، طز فيكم الشلوح، ما عندكمش حق في الفيزا، والوزراء ما كتعطيهمش الفيزا والأوتو ما كتعطيهمش الفيزا. ها الخناق بدا. قول لي دولة وحدة باقا كتعترف بالمغرب وبالسيادة نتاع المغرب، مكيناش. ما عمر في التاريخ نتاع بني إسرائيل استفد منهم شي واحد، ما كنهضرش على اليهود، حيت كنفرق ما بين اليهود وما بين بني قنيقينة وبني النضير. حنا هنا
كنت كنوى لواحد الكيان صهيوني ما قدوش يكونوا دولة من 47 48 إن هم اللي غيتكلفوا بالبلاد. أعطاكم محمد السادس على طبق من ذهب، والحسن الثالث ما عندوش تكوين، إنسان منحط، انفصام تاع الشخصية، تالف، حتى بكالوريا تاع بصح ما عندوش، ودار باك انترناسيونال بمعنى اونجلي فرونسي اسبانيول، بمعنى ما كاين والو. باك انترناسيونال سي ابسوليمون غيان. إذن شنو هو الدور ديال هذا الملك في هذا الطبع؟ هذا كان غير حاضر وعطى البلاد والعباد. النظير ديالو ما حاضر شاي، والنظير تاع الوزير الاول ما حاضر شاي، واحد واحد السفير وهذاك اللي صدروا بحال الفراكه. إذن هو عنده استفد الحال محمد السادس، لان راه درنا مقارنه مع نتاع 1906 بزاف. فيما كيفشلوا الملكيه، فيما كيفشلوا وكيمشي منهم الحكم، العلويين كيلجؤوا للبراني. ردكم شويه بعيد مع اسماعيل العلوي السلطان، كانت السلطان ما كانتش ملكيه، هو غيمشي وغيجيب الافارقه ولاد عمو حيت هما اصول ماشي من الجزيره العربيه، غيجيو. اش غيجيب؟ غيجيب العبيد البواخره اللي غيحلفوا في صحيح البخاري ماشي في المصحف، عقدوا بها، كيسمو البواخره، هما تشروقين حاليا، وفسدوا في البلاد وفرشخوا ونكحوا عباد الله، قتلوا الرجال ونكحوا العيالات، اغتصبوهم باش يبقى في السلطه، حيت القبائل طارت عليه. وعاوتاني لا ميم شوز مع عبد العزيز 1906، والتاريخ يعود نفسه تقريبا كل 100 سنه وشي حاجه كيديروها. رجعوا قراو التاريخ، كل 100 سنه وشي حاجه كيديروها. دابا جابوا اسرائيل. اذا القضيه راه هذينا، واللي كيعتقد ان المغرب غادي يهز الراس كيكذب على راسو. واي واحد تيقول بان الملك وهذه هي الكذبه، مشى على جوج ديال الحوايج وطبع. طبع باش يجيب فلسطين للفلسطينيين. واش كتعتقدوا اسرائيل غتطبع مع محمد السادس باش يسامحوا في الارض اللي هما تيموتوا عليها من 47؟ لا. والثانيه باش تجي الصحراء، واش حنا غادي نلعبوا بالشرف والسياده نتاع بلد على ود شبر في الصحراء؟ انسان عاقل ما كيديرهاش. من لم يدافع عن حوضه بسلاحه يهدم. الدم. انا نعطيك واحد المثال. اسرائيل طرمات في المياه الاقليميه نتاع لبنان مؤخرا، وكتحفر باش تجبد البترول من المياه الاقليميه نتاع لبنان. نقراج الواحد، ماشي كاع اللبنانيين، ماشي الوزير الاول، ماشي الوزير 77 حسن، سمحت الشيخ حسن نصر الله، شو غير اسم حسن، اسم على مسمى نصر الله سبحان الله العظيم، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. قال لهم هوب، المياه راه ديالنا، البترول راه ديالنا، تزيدوا مازال تحفروا فيه سأدمركم. هذا هو الخطاب نتاع الرجال، راه ماشي وزير الاول،
مجموعة بشرية فيها الأنف والكبرياء. أنا ما تقوليش شيعي ولا مش شيعي، يكون شيعي ولا شيوعي. أنا كيعجبوني الرجال الأقوياء، حيت هما اللي كيصنعوا التاريخ، ماشي بالخلخال كنصنعوا التاريخ. عرفت اش وقع؟ عرفوه تيهضر اليوم تيضرب غدا. وكاع عقلنا على 2000 و2006، راه ما فيها لا نووي لا صحراء ديمونة. واش رجعوا ولا ما رجعوش؟ رجعوا باللور. علاش؟ ملي كيهضروا الرجال الكيان كيترعد. المغرب ما حاكمينوش الرجال، ربنا غايرات. اللي كينتظر باش الصخره ترجع ما ترجعش. نعطيكم مثال، انا مغربي، واش خويت السيكتور ولا لا؟ خويتو. علاش خويتو؟ حيت ما كاينش ديمقراطيه، ما كاينش عداله، ما كاينش انسانيه، وما كاينش محاكم. ومشيت بحالتي انا، ما يمكنش نقول للانسان الصحراوي ارحم باباك اجي للمغرب، ما يمكنش. يقول لي عي وانت خوتي الصحراء، منين هما خو السيكتور؟ انا خوتي السيكتور، انت حلال عليك وحرام علينا. ما نقدرش نقولها ليه، ولكن هذا نحكم انايا والدراري صحابي الرجال ونديرو ديمقراطيه، راه غيجيو بوحديهم. راه حتى الجزائر غيوليو مغاربه، والتوانسه غيوليو مغاربه، والشيشان وفي امريكا اللاتينيه ياخدونا كقدوه كمثال، ونتقراو في المدارس ديالهم كيفاش حنا طيحنا واحد النظام وجرينا على بني اسرائيل والعلويين. قلنا لهم سيو زو، ها مزيانه، يقولوا بزاف الناس كيف ما قرينا على شي كيفارا. كنت كنلبس انا واحد الجاكيطه تاع ميليتار ومصور فيها واحد الدري صاحبي صور لي فيها شي كيفارا اللور. كتولي شي كيفارا سالفادور الاندي وتروتسكي وليلين و ها باكونين رجاك تا شو غي تاثروا بنا شعوب اخرين. دابا شكون يتاثر بنا بسالون؟ ميمكنش تقول شي واحد اجي يقول لك انت علاش بغيتيني نهز الدل بحالكم؟ لا انا ما قلت لكمش، انا عشت فيه بقاو تما ليا. ولكن نهار شافوني دخلت تعالوا ولا كريمتي سواء. اسيدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، راه اي واحد عطى يديه لبني اسرائيل داك اليد غات لا شي حاجه واحده اخرى ما يمكنش نقولها احتراما لنفسي. شوف بنو اسرائيل على وعلى عهدهم باقون، هم يفعلون ما يقولون ولا يقولون ما يفعلون. اذا اخوتي اخواتي هذا موضوع راه مازال غيتطور هذا الموضوع هذا، ومنو غنمشيو للسياده والقوى الاقليميه ومسائل واحده اخرى. شكرا لكم على المتابعه، والى مره اخرى ان شاء الله. هنا راه مواضيع كثيره وغنحاول نحبس دابا لان الموضوع طويل، ولكن غادي نقطعو باش الاخوان قال لك ودي غير 30 دقيقه. السلام عليكم وتحيه نضاليه، ماذا حق وراه طالبوه. هذيك راه الارض ديالنا والبلاد ديالنا، وواحد محمد السادس ولن يتحكم في رقابنا وما غيعطيناش حنايا الاخرين، يعطي داكشي اللي كيملك. السلام عليكم.